أحمد محمد ديرشي وحبيس ريكا حسب قتل هذا دلك النوروي هيا أيامات شر شرايد وكوكب تي مجال هذا برعك هذا ذي حارق لو لك عايز لما كان يقول لك عن عيد كأمن جي نبص وجد قبل كان يتغير مسؤول كانوا كم إذا قرب تشوف الصومال إذا آه نافيان كورو رضا الصومال إذا كردي سندل كاس النوروي أي أوش يجي هرونا أغني شنو أدوك حي هاي حارق لو لك عاي وعلوش يجي الحارق يسنا يكدم بيين maamul ka iyo security ga maciidanka amniga ee hotel ciigal oo markaasii deganaa wuxuu sheegay sarkaalkani in qabashadiisa ay ka dambeeyeen ciidanka iyo ilaalada hotel ciigal oo ku soo degay isla markaana uu sheegay inaanay garanaynin waxa uu uga sheekeyeen ama uu sheegay in hotel ciigal deganaan jiray isla markaana uu ku soo degi jiray mar walba uu yimaado gobolka Togdheer una ahaa hudheer uu xiriir wanaagsan lahaa balse aanu garanaynin halka ay دور كان سرتو كقولنتي عاوز ركال كني مر وكان لي هبكي لولا دقمي انتي وحبسي كتشري يا إلا شيء جاي إن وحي لو حري أيه انتو هني إن كلا ويرسيدا وباي متجي هاي ولا لا هاي فم الكيجا وعن معاورة وذي اسبتال كبنادر فوضعنا بدنا حاجة نشوفه كبعدنا وصل الله بتوع عن كسر الله بتوع مقالة برعو وعن كسر هرب مريض تال كعجال عقال الله وحن كوا يبوس عن كسر عليك بعدين وحن هذه براسة براسة يعني لو بريكود بجنا كبعد وحن سوى وعي وتل كعقال ويجي روح كوا هاي نبوس سوى الله أبو أبين كبر كان كوا يدي الله بدي هبين نبنا وحا كدع ذي أهرين لياب له أهرين تاسنا مت يعني شرفت إيا وناك لبو يقان لي راب رعو قصي سماهن ومدت شخصيات بونية أما هوتيل كعيال وسميين ويسوا ودين وحيجيين بولس حرد بولس كسلقة أيوة وحبي شيء وحبي ورئيسنا أيه حرين هبين كي أردن بان حرنا ما أنتي أردن بان حرنا هبين كي دمبة كبعدنا وعا لعدي مارت سبعي دمين لي ورئيستو ولي لي شيء يعني إني شرطي يعني لي جشكيين وحنا كوير الشرق إلا طوف لقى شك وشرعي لكن شك بحا مركز ما أرنتي مركز شك بحين واحد عدي أرن أيضنا الله يابله أحمد محمد ديرش يا سيد وكلا الولاء ليسو شاقي إنو إنتي وحفزي كتير الدريمي عداد سادو بدن وكي مين يدين عايدا مضى وحانو شاقي إن حتى لو ديدي إنو عباد استو سيد وكلا وحو سركال كلي شاقي إن قلقو لحيري داد لغو صاحري دراجس إسلامر كان لغو حيري قل آنا هين قل لغو حيري مسؤول حانو يدي تزوي كور هلين رالي جرينا ويكبحيان يعني سيدا حون اي نمانكاس اي او لغمين او حقوق دا بلا آذان كبحسن ارين تانا مند انا كاريجا غاري اماهان ومد خصيصة او لباتايسة تداد كبلت كدقن او مقالة الدقن يعني سيدا لولا لغم يغفك مركي اللا حيرو او حيرو دا بولس كاللقيو يعني غفكيون حريض لهين غفكيون لو اقلين انو سلاتو كدو غفكيون لو اقلين انو يعني سوق هذه إلى كل قدوميها قبل كتغرير ياسين محمد عبدي يتليا عيد كبوليس كي قبل كتغرير روسي وذيشرة أي حلونا نيس وحقو ويدي سي حالي قلق لك عينين كني يا عبشة دا سركال كني أي وحا يسي وذيشرة وشي كان إن حالي قلق وشيرو بل سنين كاللوغة شكي إنو ملايغو يوفلال أرقي جحيسو إسلام مركانا أي عيدا مدى أمنيو يدو قدان أي واجبات كو دي شقو أي كسو قبتين هوت العقال إسلام مركانا مدى أفري لباتا ساعدو دو كوحدنا سلقا دحي مقالة دو برع إسلام مركانا باعدستي سعودتي أفري لباتا كاسي ساعدو دو هودي لو قادي إنا أنو ننكني وحفل دنبيه دا لو كل اللهين إسلام مركانا توهن كي يشكي أي كق أي عيدن كأمني كوجوليسين إني مركي بحقيقيان إسلام مركان أي وحب كوايان سياسة ترتي نافري لبا تنسى عدد كدي بحرية دي سي دبلو وسو عليو واكو انبرسا بغو الكتوغ يتليا عيدن كبوليس كواري ما هاسك الله يا عوضي أحمد نيري ويترتي حلين صدحا إن لخفتنا نكا روح عامل ينوغتك سيدان كور حينا أنا مربحين تمر كده بقى مغرب عنا كه لين نين كانوا فاملي بوجي بهالكم بفاملي وبدك سامدين وبرعدكم بشي خلاص هاكم صن
geesi kale qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Burco oo shabakadan caalamiga ah wanaag news la soo xiriiray ayaa iyaguna raaligelin ka bixiyay xadhigga lagula kacay mas-uulkani isla markaana ka mid ah qurbajooga Soomaalida ee dalkaasi Norway waxaanay sheegeen iyagoo ku hadlaya magaca gobolka Togdheer iyo magaca magaalada Burco bay xadhigga lagula kacay mas-uulkani xubinta sare ka ah xisbiga talada dalka ayaa ee Norway u yahay mid aan sharciga waafaqsanayn isla markaana waxay xukuumadda ka dalbeen in raaligelin buuxda ay ka bixiyaan xadhiggaasi maadaama tuhunkii loo haystay ama looga shakiyey markii hore uu suurtagal weyday waxbana lagu waayey waa kuwan iyagoo dadweynahaasina arrimahan ka hadlaya aad iyo aad baan uga xunnahay inaan kaasisada Soomaaliland ka mid a se lagu sameeyey uu ka sheekaynayo raaligelin waan ku siinaynaa wayahay aad iyo aad baan uga xunnahay arrintaa dhacday ee ku dhacday mas-uulka liyaado Axmed Maxamedshe. ugu dambeyntii muddooyinkan u dambeeyey waxaa habeenkii iyo maalintiiba heeganaha ciidanka amniga iyagoo sugaya amniga guud ee magaalada Burco waxaana habeenkii marka aad jidadka waaweyn ee magaalada Burco maraysid arkaysaa ciidamo raxan raxan u socday isla markaana dabagelaya cid kastoo ay ka shakiyaan haddii ay lugeynayso iyo haddii ay gaadh wadataba sidoo kale waxay ballan aada la galeen ciidamada iyo sekuuridka iyo ilaaliyayaasha hoteelada magaalada ay saraakiisha ciidanku kala ballameen in ciddii ay ka shakiyaan ay markiiba u soo sheegaan ciidanka amniga ee gobolkani Togdheer waana ta keentay in sarkaalkani ay ciidanka ilaalada ee hoteel Cigaal ay markiiba booliska la soo socodsiiyaan halkaasina lagu xidho. Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan Mustafa Tiishar, shabakada caalamiga ee Hadh Wanaag News, magaalada Burco.